الله وبركاته إلى أحلى وأروع طلاب عالم الفواكه المتميزين. حبايبي عالم الفواكه، كيف أصبحتم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حبايبي عالم الفواكه، اليوم هو يوم الأحد 15/11/2020. حبايبي عالم الفواكه، اليوم رح ناخذ رقم جديد. احنا في الاسابيع الماضية اخذنا اربع ارقام، هم 1 2 3 4، اخذنا الى الرقم 4. اليوم بدنا ناخذ الرقم اللي بعد رقم 4. شو هو الرقم اللي بيجي بعد رقم 4؟ راحت ام سلمى على بيت الارقام وحكت له: يا بيت الارقام، بدي رقم جديد لعالم الفواكه. عالم الفواكه حفظوا الارقام الماضية وبدهم رقم جديد، واللي هو بيحكي لي: طيب يا مس سلمى، انا رح اعطيك الرقم، بس توعديني انت وطلابك انكم تحفظوا الرقم وتديروا بالكم عليه. حكت له: طبعا، انا وعالم الفواكه بنحب الارقام وبندير بالنا عليه. واللي هو بيحكي لي: اوكي يا مس سلمى، انا رح اعطيك الرقم اللي بيجي بعد رقم 4، رح اعطيكي رقم اكبر من رقم 4. حكيت له: شو هو الرقم؟ هو بيحكي لي: عدي معي، عدوا معي انتو كمان، يلا عدوا معي: 1 2 3 4 5. اللي هو بيحكي لي: بدي اعطيكي رقم 5. حكيت له: بتعطيني رقم 5؟ فبيحكي لي: نعم، انتو يا مس سلمى رح تديروا بالكم عليه. حكيت له: نعم. طيب يا بيت الارقام، انت بتقدر انك تفرجيني شكله للرقم 5؟ اللي هو بيحكي لي: نعم. حكيت له: كيف شكله؟ اللي هو بيحكي لي: بتمشي شارع يا مس سلمى. حكيت له: اوكي. مشيت شارع. حكيت له: بعد الشارع شو بدنا نعمل؟ حكي: بتمشي شارع وبتنزلي شارع. حكيت له: اوكي يلا، هيني مشيت شارع ونزلت شارع. واللي بيحكي لي: بعدين بتعملي نص دائرة. حكيت له: يعني مثل النص دائرة بتاعت رقم 3؟ اللي بيحكي لي: نعم، عملت له نص دائرة. بيحكي لي: هذا هو شكل الرقم 5، وخليني هلا افرجيكم كيف قصده. هذا رقم 5، احنا بدنا نخطط بداخله، نمشي شارع، ننزل شارع، نعمل نص دائرة مثل الرقم 3. هذا هو رقم 5، نمشي شارع، ننزل شارع، نعمل نص دائرة مثل الرقم 3. هيك يا عالم الفواكه شكله. واللي بحكي لي: يا مس سلمى. حكيت له: نعم. بحكي لي: عديلي بصوت عالي او ما بعطيك الرقم. حكيت له: اوكي، انا وعالم الفواكه رح نعدي لك بصوت عالي، يلا عدوا معي: 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. اليوم رقمنا رقم 5، يلا احكوا له: اهلا وسهلا فيك يا رقم 5. تمام يا عالم الفواكه، الان انا وياكم بدنا نحل التمرينات اللي على اللوح. تمرينات اللي على اللوح عباره عن مراجعه للارقام السابقه وتمرينات على الرقم الجديد. يلا خلينا نشوف. هون بدنا نكتب الارقام اللي اخذناها عبر الاسابيع السابقه. اول رقم اخذناه هو رقم 1. هذا رقم 1. اوكي. 2 مثل حرف الام جبل، نزلنا خط مائل ومشي رجعنا شارع. 1 2. بنكتب الان 3. هذا هو رقم 3. 1 2 3. نشوف رقم 4، ننزل خط مائل، نرجع لورا شارع، نشيل ايدنا، بنحطها من الداخل وننزل شارع للصدر. 1 2 3 4. الان بدي اكتب رقم 5، نرجع شارع، ننزل شارع، نعمل نص دائرة مثل رقم 3. هذا رقم 5. 1 2
اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. الآن بحط نقاط على حسب العدد الموجود عندنا. هون عندنا رقم واحد بنحط نقطة. هون عندنا رقم اثنان بنحط نقطتان، واحد، اثنان. هون عندنا رقم ثلاثة بنحط ثلاث نقاط، واحد، اثنان، ثلاثة. هون عندنا رقم أربعة بنحط أربع نقاط، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. هون عندنا رقم خمسة بنحط خمس نقاط، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. هيك بنكون يعني فواكه انهينا أول تمرين. تمام يا عالم فواكه، السؤال اللي بعده بيحكي لنا أعد وأكتب، بدنا نعد ونكتب. هون عندنا كم عين؟ خلينا نعد. واحد، اثنان، واحد، اثنان. إذا بدنا نكتب رقم اثنان، نطلع جبل مثل بحرف الإم، ننزل خط مائل، نرجع خط. هذا هو رقم اثنان. نشوف اللي جنبه، كم مثلث عندنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربع مثلثات. ننزل خط مائل، نرجع شارع، بعدين نرفع ايدنا ونحط ننزل خط للسطر. هذا رقم أربعة. نشوف هنا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة. نكتب رقم خمسة، نمشي شارع، ننزل شارع، بعدين نمز دائرة مثل رقم ثلاثة. نشوف هون كم دائرة عندنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاث دوائر. نسوي نص دائرة، بعدين ننزل نص دائرة. هذا هو رقم ثلاثة. هذا هو رقم ثلاثة. هون كم نحن عندنا يا عالم فواكه؟ لدينا نحلة واحدة. نكتب رقم واحد. هيك يا عالم فواكه انهينا التمرين هون. نشوف التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده بيحكي لنا ضع دائرة حول رقم خمسة. نحط دائرة على رقم خمسة. هل هذا رقم خمسة؟ لا يا مس سلمى، هذا رقم اثنان. إذا ما بنحط عليه دائرة. شوف هون، هل هذا رقم خمسة؟ لا يا مس سلمى، هذا رقم ثلاثة. أحسنتم. طيب هل هذا رقم خمسة؟ نعم يا مس سلمى، يا عيني عليكم، هذا رقم خمسة. أما هذا، هل هذا رقم خمسة؟ يا مس سلمى، هذا رقم واحد. ما نحط عليه دائرة. هل هذا رقم خمسة؟ نعم يا عالم فواكه، هذا رقم خمسة. نشوف التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده بيحكي لنا اكتب. بدنا نكتب رقم خمسة. يلا يا عالم فواكه، من النقطة نمشي شارع، ننزل شارع، ونعمل نص دائرة للسطر بهذا الشكل. نمشي شارع، ننزل شارع، نص دائرة للسطر. هذا هو رقم خمسة. نمشي شارع، ننزل شارع، نص دائرة للسطر. خمسة. نمشي شارع، ننزل شارع، نص دائرة للسطر. هذا هو رقم خمسة. نشوف هون أكمل كتابة الأرقام. بدنا نكمل كتابة الأرقام. بدنا نكتب، نبدأ من رقم واحد ونكمل. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة. الآن يا عالم الفواكه مثل ما إحنا متعودين بدنا نعد على العداد بالرقم خمسة. جاهزين؟ يلا أشوف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس خرزات باللون الأزرق. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس خرزات باللون الأصفر. واحد، اثنان، ثلاثة،
خمس خرزات باللون الأحمر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس خرزات باللون الأبيض. يعطيكم العافية ومع السلامة.